البنك الدولي يتوقع أن يكون النمو الاقتصادي التونسي في لعام 2025 في حدود 1.6%، وهو رقم متواضع جدا مقارنة بالتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. أستاذ خلود، كيف ترين هذا التوقع في ظل الظروف الحالية، وهل هذا الرقم كافي بالنسبة لدولة نامية ودولة تعاني من البطالة وتعاني من أزمة اقتصادية منذ سنوات؟ هو أول شيء مش البنك الدولي، هو اليوم هو تقرير نزلته صندوق النقد الدولي في ظل التحديات السياسية والتغييرات والتوقعات للتغييرات السياسية. هي حدد انه النمو في جميع الدول العالم ستنخفض، خاصة انه فما ركود اقتصادي وركود تضخمي. بالنسبة لتونس في ظل، وهي حكيت في تقرير، هو التقرير مفصل برشا، ما نجمش ندخل فيه في خضم التقنية للاقتصاد. تقول لك انه بما انه التضخم في انخفاض فبالتالي البطالة سترتفع، هذا تيوري دو فيليبس جيو بروبورسيونيلمون نيجاتيف البطالة والتضخم. بالتالي حسب التقديرات نتاعها انه الحكومة التونسية ما مشيتش في تمشي في تحفيز وتيسير الاقتصاد وتغيير النمو الاقتصادي، فنسبة 1% تقريبا بالنسبة لنا هي محترمة شوية، على خاطر نحن وصلنا في السنة الفارطة إلى تقريبا 0.9%. ولكن حسب التقرير من سنة إلى سنة النمو سينخفض، فبالتالي البطالة سترتفع، وهذا مؤشر غير جيد جدا في ظل أزمة اقتصادية خانقة.